خاف واحد يجي يوصل المعلومات للرأي العام على ابو مسيطرين اكو ميليشيات. الله وكيلك هاي الميليشيات ترى موجوده بالسيتي سنتر بس بمركز المدينه، يعني نقدر نقول بغداد المناطق اللي تحيط بالسفاره الامريكيه، واليوم اصبحوا احباب. اليوم من اليوم بايدن قالوا خلاص ذبوا الكاتيوشه وذبوا السلاح واحنا وياهم ربع. هذا ما يجيني واحد ما يقدر صحراء الانبار تغطيها عمليات الانبار وتغطيها عمليات الجزيره زائد القياده العامه القوات المسلحه، وعندنا طيران وعندنا جيش. ما الواحد ماجر له بيكمات اربعه وخمسه يريد يخرب استثمار البلد والعراق، هذا الحكي ما يصح. والعام اليوم ما عاد كانوا يكتبون عليهم هذا وهابي هذا صنباطي هذا كذا وما ادري شنو، هذا الحكي بعد ما يعبر على العالم. الناس عرفت حدودها، الناس عرفت عقائدها، الناس عرفت اليوم الوضع الاقتصادي بداخل العراق بدا يعني منحدر. احنا اليوم نريد ننهض باقتصادنا ونريد ندخل بالحضن العربي. احنا بالعكس اليوم ما عندنا مشكله ويا اي بلد بالعالم اللي يريد يجي يستثمر. هم الاكثر دول العالم كل زين، راح من التاجر العراقي يروح باكثر بلدان العالم ينجح كمستثمر. واليوم المستثمر السعودي ناجح، يعني اكثر الناس تكيف بالمستثمر السعودي والايراني وكذا، يعني مصداقيه. تعال احسب لي اياها من 2003 لحد الان، المستثمرين الايرانيين اخذوا قياعين واخذوا اراضي واخذوا امارات بحجه الاستثمار واخذوا مطاعم، كلها فاشله كلهم. هم يعني نقدر نقول كروك بشركاتهم، يعني ناس ما اقدر احكي بعد اكثر بس هم فشلوا. ماكو شركه ايرانيه قدمت نموذج للعراق وقالت لي انا الشركه الايرانيه هاي مال هاي الشركات مال الاسكان، ما ادري يجي على اسم السنايا السنبانيه ما اعرف، بس نعم. فشلت بادائها بداخل العراق.